السلام عليكم. ان شاء الله راح نشرح النيوميركال انتجريشن. النيوميركال انتجريشن اسهل موضوع بالماده. بقول لك هو وسيله عشان توجد التكامل لفانكشن، عندك توجد مساحه لاي شغله. هسه بدنا نركز انه في عندي ثلاث طرق، في طريقه اسمها نيوتن كوتس انتجريشن فورمولا، وفي عندي السيمسون رولز، في عندي اللي هي الثلث رول، وعندي الثلاث على ثمانية، عندي الترابزويدال رول اللي هي سهله جدا. هسه اللي بصير عندي بدنا نعمله كملخص. هسه بس كملخص خلينا نعمل تبعت النيوتن كوتس. بقول لك بكل بساطه احنا كل شغلنا من الدفرنس والاخر، اهم شيء تركز انه بالسؤال لما يقول لك استعمل نيوتن كوتس 2 بوينت، لما يقول لي 2 بوينت بستعمل القانون هذا، واللي هو عباره اتش على 2 في صوره الاول زائد صوره الثاني، ما فيهوش اي شيء. اتش على 2 صوره الاول زائد صوره الثاني، حيث اتش المسافه بين النقطتين، يعني اكس ناقص يعني اكس 1 ناقص اكس نوت. بس هاي التكامل، بتيجي بتقول اتش على 2 في الصوره زائد الصوره. طيب اذا قال لي استعمل 3 بوينت استعمل هذا القانون، اتش على 3 في صوره الاول زائد 4 في صوره الاول اللي بالنص زائد صوره الثاني. طبعا هم بيكون قال لي 3 نقاط. طبعا ركز وقال لك اكس اكس 2 من اكس نوت لاكس 2، يعني انت ممكن يكون عندك 10 نقاط، بس هو لما يقول لي استعمل 3 بوينتس بيحدد لك شو حدود التكامل، فركز على حدود التكامل. لما نقول لي 4 بوينتس فقال لي من اكس نوت لاكس 3، فهذا قانونه. طبعا هذا راح نستنبط منه قانون الترابيزويدال بس بشكل يعني هيك سريع، وهذا مستنبط منه قانون الثلث رول، سيمسون ثلث رول، وهذا راح نستنبط منه سيمسون 3 على 8 رولز. طيب نعطيني اكزامبل، بقول لك اوجد التكامل لفانكشن اسمه 2 اكس تكعيب يوزنج 3 فورمولاز، بده باستعمال الثلاث نقاط. هسه اذا بتلاحظ انه هون معطيني الفانكشن ومعطيني الجدول، طب هذا الجدول شو بفيدني؟ بقول لك ولا بفيدك بشيء، كل اللي بدي اياه منك هذول الثنتين، حتى بديش هذول، ها هذول ما انا بعوضهم بالفانكشن بيعطيني اياهم، بس خلاص بدي اخذهم انا وريح حالي. شو قايل لي شو اللي بهمني انا من الجدول؟ بهمني الاتش. تلاحظ انه الاتش هي نص، الاتش هي نص. يلا بدي استعمل باستعمال نيوتن كوتس. يلا هاي التيبل 2 اكس تكعيب، اول شيء استعمل 2 بوينتس. لما استعمل 2 بوينتس اخذ الثنتين هذول، شو اخذ؟ ناخذ نص على 2 مضروب في صوره الاول زائد صوره الثاني. هيو 3 بوينتس باخذ نص على 3 في صوره الاول زائد 4 في صوره الثاني زائد صوره الثالث، ناخذ الصور. طيب 3 بوينتس او 4 بوينتس قصدي، نقول 3 اتش على 8، 3 في نص على 8 في صورة الأول اللي صفر زائد 3 صفر علق صورة الأول اللي هي صفر زائد 3 في صورة الثاني زائد 3 في صورة الثالث زائد صورة الأخير، بس تعويض مباشر. فلاحظ أنه كل مرة بفرق معك دقة التكامل. طيب هسه بدنا نبلش واحدة واحدة. بدنا نحكي عن الترابيزويدال رول كومبوزيت فورمولا. بقول لك بكل بساطة، لو انت عندك منحنى x مع f x، بيطلع معك المنحنى بالشكل التالي. كل نقطة هاي مثلا x نوت فرضا، او لا هاي x نوت، x نوت هاي f x نوت، هاي x1 هاي f x1، وهكذا x2 في f x2، x3 في f x3 والى اخره. هسه شو اللي بصير عندك؟ بقول لك احسن طريقه او في طريقه مرتبه، واللي هي انك تاخذ الترابيزويدال بين كل نقطتين زي هيك، ها شبه منحرف، طلع بجيب التكامل بشكل تقريبي. فشو بكون؟ شو مساحه شبه المنحرف؟ راح تقول لي نص في مجموع القاعدتين، اللي هي القاعده هاي اللي هي f x نوت، f نوت يعني تسميها، زائد f1 في ايش؟ في الفرق بينهم اللي هي اكس نوت او اكس 1 ناقص اكس نوت، زائد نص في 1 و2 اف 1 زائد اف 2 في اكس 2 ناقص اكس 1، زائد نص في اف 3 زائد اف 2 زائد اف 3
في ايش؟ في x3 ناقص x2. طيب هذا اللي بصير عندي، هذا اللي بصير عندي. هسه بتقدر تاخذ بالمجمل انه باخذ النص عامل مشترك، واذا المسافه بينهم متساويه بسميها h، مضربها بايش؟ الاول مكرر مره والاخير مكرر مره زائد 2 اللي جوا، الواحد مكرره هون مكرره هون، الاثنين مكرره هون مكرره هون، زائد 2 في ايش؟ في f2. يعني بتقدر دائما تقول اذا المسافه h متساويه بقول هي نص في h في الاول زائد الأخير زائد 2 باللي جوا، 2 باللي جوا. بس هذا هو الترابيزويدال ميثود. أنا ركز أني ركزت لك على هذا المبدأ، ركزت لك على هذا المبدأ بسبب واحد، واللي هو أنه ممكن الأتش ما تكون متساوية، أنك تضطر تطلع مساحة ترابيزويدال ترابيزويدال. طبعا هم بدك تكمل 4 و 5 و 6. أما إذا متساويات طبقها. طيب فهي هي الملخص، وهذا الشيء اللي انا حكيته. المهم بيطلع معك انه التكامل بيساوي اتش على 2 في مجموع الثنتين مع بعض اللي هي هذا القانون. طيب بدنا نركز على شغله معينه، في شيء اسمه عدد النقاط وفي شيء اسمه عدد البانل، عدد البانل او سب ديفيجن. سب ديفيجن بكل بساطة عدد عدد البانل بيساوي عدد النقاط اللي هم نرمز له N، فعدد النقاط يساوي N زائد واحد. يعني بما معنى أن كم نقطة عندي هون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فالبانل عندي 8، البانل عندي 8، البانل اللي هي الفرق بين كل نقطتين. طيب معطيني هون سؤال، بقول لك وجد لي التكامل من 1.8 إلى 3.4، عندي عدة نقاط، هو من وين بده؟ بس بده من هون لهون. بقول لك بكل بساطة شو بقول؟ H على 2 الفرق بين النقاط متساوي متساوي، بقول 0.2 على 2 مضروب فيه صورة الأول زائد صورة الأخير زائد 2 في صورة اللي جوا. أيوه صورة الأول زائد صورة الأخير في 2 في صورة اللي جوا. أحسن ما ضل تضرب 2 2 2 2 2، خذ عامل مشترك وخلص بيطلع معي هذا الرقم. طيب هسا في عندي الكوادراتيك نيوتن كوتس اللي هي لما كانت عندي 3 بوينتس وعندي 4 بوينتس اللي هي ثلث رول وثلاث على ثمانية رولز. كل بساطة بقول لك ان بالثلث رول لازم الان زوجي، يعني لازم الديفيجن زوجي او عدد النقاط فردي.